باش نوريك النادي الافريقي قداش ينجم يعيش توا بولاده. طارق باش نرجع لك على بربي انت دب النادي الافريقي، تنقول لك علاش. انا نفهمك كما تنقول لك علاش. باهي سيدي نبداو بالدفاع. عنده زغادة 20 سنة معايا وليد، اسكندر العبيدي اللي في بالنا كبير 23 سنة، عزيز شريفي 20 سنة، القاسمي 21 سنة، باش نزيدوهم شكون؟ الغندري كان نحسبوه مدافع 27 سنة، مازال قدامه 6 سنين كورة، شكونهم هما الكبار؟ البدري وغازي عبد الرزاق اللي ماهمش أبناء النادي، لكن مرحبا بهم في النادي، أتونسيون باش ما يفهمونيش بالغلط. باهي نمشيو لوسط التيران. نمشيو. هاي سيدي. وسط التيران عندك معز حاج علي 22 سنة، شهاب العبيدي 21، خليل القصاب 22، ياسين الدريدي اللي شفناه البارح 19 سنة، أكاديمية اللي لعب البارح 19 سنة عمره، صابو 22 سنة، أحد أفضل انتدابات النادي الإفريقي وأنا نأكد عليه. سجل هدف ضد أوغندا خلال وسط الأسبوع، هدف ممتاز برشا. كان عندي في سي أبي، كان الهدف نتاعي. رودريك كوسي ما تنساوش. إي صاب مصاب. 23 سنة. شكون هم اللي أعمارهم عاليين براتيكمون مازالوا يلعبوا برشا كورة؟ لاري العزوني 28، أحمد خليل 28. تفهم فيا طارق؟ ليكيب صغيرة برشا. هاي مشيو لاتاك سيدي. ادم الطاوس 21، ان تالون فو راهو كيما قرب وساعات خير. ادم الطاوس حاجه من وراء العقل الكره. ادم قرب. حمدي العبيدي. حمدي العبيدي شو 20 سنه، قرب 19، طاوس 21، يوسف سنانة بسم الله ما شاء الله حكيت عليه الجمعه اللي فاتت، تذكروه الاسم هذا باش يمشي بعيد برشا. يوسف سنانة 18 سنه. 18. شكون عندك الكبير؟ حمدي 20. شرمخي 27. 27. انت شكون عندك توا؟ الشرفي، اما عندك ليفرني، اتونسيون شكون عندك وراك تجيبه من فرحاتي من بلقردان. فرحاتي. فرحاتي. وعندك احمد العبيدي. احمد العبيدي حارس الاسبوع. حياته كامله مدرسه في تكوين الحراس، نبداو من الصادق سيسي عتوقه حتى نوصل اليوم، مرور بسي عثمان وصلاح الفاسي ومختار النايلي وبكر الزيتوني لسماود الكلوب وعادل الهمامي وخالد فاضل طرق توا مع بعض الانتدابات. انا بالنسبه لي الانتداب الوحيد اللي نجم يصير في النادي الافريقي هو ان بيتور، ويصبروا في عقلهم ما يجيبوش كارثه ولا واحد متوسط، ياخذوا حتى 6 7 اشهر ان بيتور. سنين ولعبيدي شو تعمل لهم كوتش؟ فماش فما المنافسه ويتعلموا، مازالوا صغار، تحكي على 18 و20 باش يتحرقوا. يا فوزي وعادل سليم يلعبوا معك انت ولا لحظه باش نقول لك حاجه. لحظه خويا العزيز، احنا انت دي زانترناسيونال دي زانترناسيونال مازالوا الاولاد سي دي زانترناسيونال اولمبيك. كان فما انتداب وحيد قلت لك يلزم راس حربه هداف بيتور مش اتاكون. انا لي زاتاكون الخير والخمير يا خويا اللي من شطر الفرصه حطها لك غادي، كيما جبنا قبل مثال كاماتشو كالنوعيه هذيك. اوكي علاش كاماتشو ما عادش معاه فوزي الرويسي ولطفي الرويسي وقيس يعقوبي وجمال الامام وسامي التواتي وصبري البوهالي ونبيل تعيشنا مع بعضنا كل دونك لا خوف على صغار رودريكو سي في الوسط ما عندكش، عندك خير من امادو سابو بالنسبه لي انا فوقهم الكل راهو امادو سابو. ونعرف ايش نقول انا ماذا بيا اذا كان انا جيت بلاصة الاداره. مشكل النادي الافريقي 3-4 سنوات شنو؟ خاطر احنا رانا جمهور النادي الافريقي فرنج كبيره منه اكثر من 90% انطباعي جدا ويمشي وشو ويحلل بالتفصيل. أيه. اليوم ادم قرب روعه، كان غدوه لا قدر الله ادم قرب الباس اكوتي دا ماتش. أيه. وهذا يصير مع ميسي ورونالدو ليفاندوفسكي. هات تشوف شنو يصير. السب والشتيمه يا طارق. دونك انا رايي المشكل نتاعنا صار في 4 سنين عدم استقرار مالي، حتى نبداو متفقين مو احنا مش مستقرين ماليا ومازالت عندنا اليوم تبعات نتاع قضايا هكا ولا لا. اخويا نتلهاو ننظفوا الساعه. اليوم لو فولي اللي يلزم ينضاف هو لو فولي بيكونيي الفلوس. خلصوا القضايا نتاع وقت اللي تخلص القضايا وليكيب هذه خليها تمشي، وعادل ما شاء الله خليه يكمل يخدم على روحه وبعد تو نجيو للانتدابات، خاطر الناس في ساعتها ولات تحكي دوبلي وتشامبيونز ليغ اتونسيون اتونسيون. عادل بعث ميساج ونحب نحيي عادل ان شاء الله يسمع فيه. بارك الله فيك يا عادل وكمل والله معاك افون. سيد هذايا قال لك ما نحكيوش على الغايبين. لونترنور نو بارل جامي دي زابسون. كون تو بارل دي زابسون تحكي على الغايبين تو ديسكريديتي الحاضرين. الحاضرين. انت نقصت من الحاضرين. العب اللي موجودين وظهر عمرهم اللي زا شارجي. يعطيه الصحه ما حكاش على الغايبين. اش قال؟ قال عادي جدا النادي الافريقي 5 انتصارات ذكرنا بانه النادي الافريقي يبقى دائما فريق هذاك العادي. راني مانيش نحكي بالكاسكيت باش تبداو عارفين. أي. ذكرنا انه النادي الافريقي يبقى دائما ذلك الفريق الكبير. ثم اش قال من بعد؟ قال اتونسيون في الفوتبول سافا تري فيت.
حذر الجماهير من توا، لا قدر الله كان تصير اون كونتر بيرفورمانس ديربي ولا اي ماتش، حذر الجماهير، قال لهم اقعدوا على ولائكم للنادي وخاصه لهؤلاء الشباب اللي صيتوا بعد اربع خمس ماتشات مع الشباب. دونك برافو العدل السينمي، لا جيستيون تكنيك، واهم جيستيون طارق، وانت تعرف وقت اللي تخرج وتخاطب الكلوب ستي الكل ولا تخاطب الجمهور الرياضي التونسي يلزم اللي ميساج نتاعك يتعداو ويكونوا واضحين. برافو عادل السليمي، برافو ليجون.